او ماي جاد انا فاضي كله. بسم الله. ما كيف الشباب؟ انا اليوم رح اسوي يعني عجينه بيتزا منزليه. 150 جرام مي، 250 جرام طحين، الطحين كمان حوالي 17 معلقة بالضبط، زيت زيتون معلقتين كبار، خميرة 3 جرام أو معلقة شاي صغيرة، ملح معلقة شاي، السكر كمان بقدر معلقة شاي، معلقة حليب. هاي الحليب بتعطيها طراوة للعجينة وصراحة بتزيد الرطوبة فيها. وطريقة كتير كتير سهلة، يعني صار عندي عزيمة بدي اسوي عجينة بيتزا بسرعة، بسوي هاي الطريقة وبورجيكم اياها. مي، ملح، والسكر، دوبهم، نزل الطحين. تختلف نسبة المي حسب نوعية الطحين. خميرة، حليب حوالي المعلقة يعني، وبعجن فيها. وانا عم بعجنها بس تنعجن معي، اذا حسيتها طريقة شوي بزيد عليها طحين، ما في اي مشكلة. يعني كل بلد بيختلف عليه نوعية الطحين. شايفين كيف اجت شوي طرية؟ انا هون عندي طحين حاططن على جنب، برش رشة خفيفة. اللي عنده عجانة كمان ما في اي مشكلة. كمان انا هون بتنزل زيت الزيتون، معلقتين زيت زيتون. زيت الزيتون بيعطيها طراوة للعجينة. هلا بضلني عم بعجنها ما تتماسك معي بالضبط. هلا بزيت تحت شوي، بريحها، ارني دافية. هاي العجينة بعد ساعة بالضبط. هلا بطلعها وبفردها، بلكها بالطحين، هلا إذا ما كان عندي شوبك بالبيت استعمل أي أنينة مي إزاز وبفردها. اخر شيء انا اكمشة هيك بساويها مربعة، لان بنزلها انا بهي مش واحد، اثنين، شيء الاطراف جبنة. ريكوتا تشيز اللي هي جبنة القريشة كمان. رح ساويها الخضروات، الخضرة كلها اللي بيستعملها، البصل والبروكولي والبابريكا والطماطو والكون درا والميكس فونجي، وعندي زيتون. زيتون شباب، المشروم بدي اياكم تقطعوها تكون تخينة، لان هاي دغري بتستوي لازم تكون شوي تخينة. حط الاوريغانو، الاوريغانو انا من عشاقها. ملح،
هنا كمان باذنجان، كامامبير، جبنة فرنسية، هاي البارميزان باودا، زيت زيتون. ليتس جو. قطع درجة حرارة 200 10 دقايق، بعد 10 دقايق بورجيكم اياها. عشر دقيقة بالضبط. يا إلهي، شايفين هاي الإدم كلها محشية جبنة. تفضل. Grazie. Prego. Lama, you want? Pepsi sales, guys. Pre? Wow. Faga giù, hai la dentro lo fadi, ma abba jibne. Hai kaman one. Oh my god. Hai fin l'idea? Anna kanta quel croissant. يا إلهي شباب، أمانة جربوها وسهلة وكتير ما في منها. رح أكلكم الإذن. يا محمد شباب، من برا عم تقرمش قرمشة ومن جوا مثل الاسفنج. هاي بتصير ما أحلاها بالبيت. مالي حاطط غير خضرة وجبنة. القلب فاضي كله. بسم الله. سلام. شوفوا أطيب منطقة بالبيتزا كلها. الأطراف. أوه ماي جاد. يلا اليوم بدنا نكسر الريجيم. بسم الله. ما. السفل ما أحلى. يا إلهي. هاي جبنة اسفنجي.